بنرحب بحضراتكم في الفقرة الأخيرة واللي منورنا فيها الأستاذ جمال الزهيري، طبعا الناقد الرياضي الكبير وصديقنا العزيز. وحديث أكيد هيبقى مستمر عن كأس العالم للأندية وآخر مباراة لينا خلاص الجمعة القادمة، بالتوفيق إن شاء الله، ونحافظ بقى على المركز الثالث، لأن ده برضو يعني يمكن مركز مش جديد علينا، لكن أكيد مش هنقبل كمان بقى يعني مركز أقل أو نكرر النسخة يعني الماضية. فبإذن الله كل التوفيق للنادي الأهلي، اللي كان عندنا كلام كتير جدا، وعايزه اركز انا بقى ان شاء الله على مباراه فلومينانسي ومان سيتي. يعني انا كمان عايزه اتخيل شكلها هيبقى عامل ازاي، وهيخسروا تقريبا كام قدام المان سيتي، اصل مش لا يمكن يبقى في مفاجاه ثانيه، يعني هيبقى صعب قوي. بس والله خلينا نقول لك صباح الخير. صباح طبعا النور، بس في منور الدنيا استاذ جمال، ولو اعرفها بالياباني كنت قلتها لكم، لان احنا داخلين على موقعه يابانيه. لكن صباح الفل، صباح الفل على حضرتك. وفعلا يعني توقعاتك ايه ورؤيتك ايه لان شاء الله المركز الثالث اللي احنا ما ينفعش نقل عنه على راي نهاوند فعلا. واللقاء ده اللي هيجمعنا بفريق ياباني بيمثل مدرسه مختلفه ومغيره في كره القدم، تتميز بطبيعه الحال بالسرعات الفظيعه وفكره الارتداد السريع من الدفاع الى الهجوم الى اخره، وكل الامور دي كفيله بان هي تستنزف طاقه اي فريق منافس. اكيد توقعاتك للماتش ده ايه؟ هو نقطه تستنزف امكانيات اي فريق دي مهمه جدا. ده اللي حصل معانا مع ده اللي حصل معانا امام فلومينزي فعلا. ليه؟ لانه انت بذلت كل طاقتك في الشوط الاول، ويعني ما سبتش شويه للشوط الثاني، ودي يمكن احد الدروس برضو المستفاده، ان انت ما تديش كل حاجه عندك. لازم مساله توزيع الجهد دي وجهه نظر انا من خلال المشاهده، يعني ان انت ما تديش كل جهدك. البرازيليين عملوا معانا كده، يعني هو ساب لك الكوره تلعب زي ما انت عايز، ايمانا كمان بان هو عنده اعمار سنيه كبيره، فالجهد مش هيبقى مستمر يعني لغايه نهايه المباراه. لكن نقدر نستفيد من ده في مباراتنا امام واحنا اصلا نتعرض ده ليه؟ فنبقى في عرض ان احنا نستفيد منه، ما احنا كلنا عارفين من قبل ما ندخل اللقاء. ايوه بس احيانا ان اللعب البرازيلي كده وان اعمار أحياناً كذا لا، وعلى فكره كانوا عنيفين جدا. طبعا يعني هم بخبره وعنف شديد كانوا عنيفين في ايقافك برضه، لكن مع ذلك الحمد لله النادي الاهلي برضه انا شايف ان هو قدم مباراتين جيدتين جدا في كاس العالم للانديه. حتى انا برضه سئلت في احد الاماكن يعني انه الاهلي بعد كاس العالم للانديه انا بشوف ان هو هيبقى اداء افضل، لانه انت اديت اكتر طاقه عندك مع فرق مختلفة في المستوى ومتطورة. وده يمكن اللي حصل معانا السنة اللي فاتت بعد كأس العالم للأندية. الفكر نفسه حتى بتاع كولر في التعامل مع المنافسين اتغير بعد كأس العالم للأندية. انت مريت بتجربتين برازيلية وأسبانيا وريال مدريد، اديت كل اللي عندك، بس لحظات غياب التركيز تسببت في ان النتائج تركيز ولا امور اخرى؟ اصل تركيز ازاي؟ يعني ازاي بلعب مباراه كبيره ومش مركز؟ لا يعني ده ممكن يحصل في اي مباراه على فكره، يعني حتى في مباريات مش لازم يكون المنافس مستوى قوي، لكن ممكن تلعبي مع فريق في نفس مستواكي بس أو تطمئني أقل. بس تطمئني للفوز قبل نهايه الوقت يحصل خطف. ايوه ده وارد مع الفرق الكبيره، تحصل مره كل فين وفين. لكن يعني الفرق الكبيره كونها فرق كبيره معناها ان هي عندها يعني تعبير مجازي كده، عندها حصانه من النوع ده من الامور. لا بتحصل في كل المباريات، حتى لو احيانا بتحصل مع فرق مستواها عالي جدا، مش لازم هنا يبقى غياب تركيز بس بشكل استثنائي، لكن ممكن يكون اطمئنان او استهتار بالفريق المنافس. بس مش ده العادي لو حصلت أيوة. بشكل استثنائي. بس ما هو دايما احنا بقى في استدامه في التفصيله دي بقى دايما كره القدم برضو يا كريم فيها اخطاء، ما هو الاهداف لا تاتي الا من اخطاء، وانت لو بتلعب مثالي منفرده لو انت بتلعب مثالي 100% ده انت هتاخد كاس العالم يعني. فبالتالي وارد جدا الاخطاء في كره القدم. انا هاخد سؤال بقى فضل. من الاجابه دي اتفضل. انت قلت ايه؟ وارد تاخد كاس العالم. في يوم من الايام ممكن الاهلي يحصل على كاس العالم للانديه، ولو قلنا
هنوصل لده ازاي مع كل التنافسيه المرعبه اوروبيا ومع النظام الجديد كمان؟ طبعا شوف، لو شفنا جميع ابطال البطوله دي قبل كده هتلاقيهم يا اما اوروبا يا اما امريكا اللاتينيه، وفي الاغلب اوروبا اللي هي الفرق الكبيره، لكن لان هم عندهم برضو خبرات اكتر مننا مفيش كلام. واصل في بعض الناس ايه تفرغوا سابوا ان النادي الاهلي هو بيلعب في البطوله دي للمره التاسعه وابتدى يحسب له نتائج المباريات بتاعته والهزائم. طب ما انت مش بتخسر من فرق ضعيفه. طب يعني برضو كويس المناسبه دي ان احنا نرد على الناس اللي قاعده بتلعب في دوري شركات او دوري تعبان جدا وبتتفرغ لك انت ان انت والله دوري تعبان جدا. ايوه يعني انت رغم يعني انت سابق بخطوات يا سيدي يعني اعمل زي بالظبط اوصل للبطوله الاول اعمل زي واخسر، لكن ما تقعدش ماسك لي في السلبيات دي حقيقه وتركز عليها عشان تقنع نفسك ان انت كويس. مش خسران او ان انت حلو يعني. فانت حلو يا سيدي على راسي، بس خليني انا في حالي وخليك انت في حالك. رسائل استاذ جمال يعني لا اصلا انا ببقى قاعد برضو معلش طول الوقت لو مش على الهوا ببقى بتفرج عشان اشوف العقليات بتتكلم ازاي وبتفكر ازاي. تبص تلاقي واحد سايب خالص بطوله كاس العالم الانديه ويكلمك مثلا ايه يا سيدي طب ما الاهلي بيتجامل في الدوري. يا عم احنا بنتكلم في كاس العالم للانديه، ولما نيجي نتكلم على ان في ضرب الجزاء مشكوك فيها بشهاده حكام كثيرين طبعا في مباراه فلومينينسي طبعا ما ترميش بقى ما تسقطش كلام على بطولات اخرى يعني. فهي الفكره ايه انه انت بتاخد برضو من افكار الناس اللي حواليك. هي البطوله نفسها ظلمه الحقيقه وفي اجماع على هي نظام فكره ان انت عندك فرق بتيجي تلعب ماتش وتاخد البطوله وتتكل على الله وناس تانيه بتبقى مهروسه قبلها ماتش طبعا طبعا يعني. لان هي اساسا البطوله مش بشكل البطولات العادي. طب ما انت ممكن جدا تعمل تنافسيه حقيقيه بان الفرق دي كلها تلعب يعني تمر بنفس. طب الاهلي البطوله اللي فاتت لعب يجي ثلاث مباريات عبال ما لعب مع بطل البرازيل او بطل امريكا الجنوبيه. ما هو ده ارهاق عليك طبعا وده يعني وده اللي حصل المره انت دي برضه بتستنزفني. لا ده المره دي يمكن انت أرحم لعبت شويه لعبت مباراه واحده قدام اتحاد جده. لكن في البطولات العاديه انت ممكن تلعب ثلاث اربع ماتشات عبال ما تبتدي تلعب مع اللي هو بطل امريكا الجنوبيه. فده برضه يعتبر احد اشكال التنظيم اللي مش مظبوط. ويمكن ده يكون المبرر لتغيير نظام البطوله في البطوله القادمه. فنتمنى انه برضو يعني اجابه على سؤال حضرتك انه امتى نقدر ننافس. احنا كنا قريبين جدا من انك تكسب يعني. بطل البرازيل كسبك بالخبره وبمساعده يعني. انا ما بحبش اركز قوي على حته ضربه الجزاء ليه؟ عشان ما حدش يجي اللي بيسمع يقول لك ايه انتوا سايبين كل حاجه تتكلموا على الحكم. لا مش احنا هنا مش بنتكلم على ضربه جزاء واحده، احنا بنتكلم على اتنين، واحده لينا وواحده علينا. برضو عارف لو انت اتكلمت عن 10 حالات هيقول لك انتوا بتتكلموا عن بتبحثوا عن شماعه يعني شماعات او مبررات. وبناء عليه فاننا نتحدث عن انه امكانيه ان انت كنت توصل لمرحلة متقدمة أكثر كان ممكن جدا. هتيجي بعد كده بقى تلعب مع بطل أوروبا محتاجة حسبة تانية، لأنه أكيد مستوى التنافس مختلف، الخبرات مختلفة، المهارات مختلفة، فعايزة وقت بقى يعني. لكن هو ده زي ما بيقولوا إيه قدر. لما أنا أبقى بطل أفريقيا وآسيا ما ده حلو جدا، نص العالم يعني. يعني في تقارب في المستويات يعني. نروح فاصل تفضل. سريع جدا تفضلي. فاصل سريع جدا وهنرجع اكيد حديثنا لسه مستمر مع الاستاذ جمال الزهير. طيب عدنا لحضراتكم مره ثانيه.
طيب استاذ جمال، نعم. انا وحضرتك وكريم كنا في الفاصل عمالين نتكلم وعايزين يعني ندرس المشهد بشكل كبير، وكلمنا في جوانب مختلفه ومنها طبعا الجانب التحكيمي، ومنابر اعلاميه كثيره اتكلمت كمان عن الجانب التحكيمي، وعمر ما الاهلي بيعول اي مكسب او خساره طبعا. بالمناسبه طبعا. على يعني الامور اللي هي من هذا النوع ومنها التحكيم، نعم. رغم ان كل الناس اتكلمت على ان كان في مشاكل تحكيميه حقيقيه يعني حصلت، يعني بنقولها كحالات حصلت وليس بحثا عن اعذار او صحيح. او مبررات، لكن احنا بنقول انه الاهلي كان قريبا من التاهل الى المباراه النهائيه، صحيح. ولكن لم يحدث. فالتركيز الان هو على ان انت تحافظ على المركز الثالث اللي انت اخذته قبل كده 3 مرات، وهو في حد ذاته شيء جيد يعني، وشيء مشرف مش مجرد مشرف جدا الحقيقة. يعني احنا ما نقولهاش واحنا يعني قلقانين، يعني بالعكس هو حاجة جيدة جدا انك تحصل على برونزية كأس العالم، ودي محتاجة تركيز جدا قدام بطل اليوم. ما ده اللي كنا عايزين بقى نعرف من حضرتك، ايه المقادير المطلوبة انجاز التعبير عشان يعني نوصل فعلا لتحقيق المهمة دي؟ ده مهم جدا، اولا التركيز تماما ونسيان ما حدث من اشياء قبل هذه المباراة، والتركيز لانه اوراوا ريد دايموندز ده اللي هو بطل اليابان واسيا فريق قوي ومحترم ويستحق مننا الاستعداد بشكل جيد جدا، ويستحق ان انت تركز جدا يعني تلعب لعبك اللي انت متعود عليه، بس في نفس الوقت مع الحذر الشديد من انك تتخطف بهدف. يعني لازم الحرص في هذه النقطه يعني. بس نعم. برضو هرجع اقول يعني انا كده كان نادي اهلي قبل نعم. اي مباراه ببقى حاطط كل الحذر ودارس والسيناريوهات. حتى الشناوي كان ليه تصريح قبل المباراه اللي فاتت قال لك احنا عاملين كل السيناريوهات حتى لو انتهت بضربات ترجيح يعني، تمام. وده شيء محترم والانديه الكبرى بتعمل كده، بس على كل حال الحسابات اللي حصلت بقى وضربه الجزاء اللي اتلقت ما علينا، لكن انا ما كنتش على فكره بلعب وحش قدام فلمنانسي خالص. وحتى لو بنتكلم والناس اللي يعني الكلام اللي هو المفروض كان نضحك عليه، بس احنا معلش ما ضحكناش يعني، قال لك بتلعب مع ناس اعمارها كبيره وقربوا يموتوا خوف ومش عارف، بالعكس ده كل الفرق يعني عندها خبرات جامده يعني يعني في حاجات كده بتسمعها وتعدي عشان بس الضغط عندنا. فدي كلها امور اتقالت، ولكن في طبيعه الامر احنا بجد ما كناش فنيا اقل تماما، احنا لعبنا كويس، ولكن كان في كذا كوره بصراحه يعني برضو شويه غريبه من عندنا، وانا هرجع تاني واقول الكوره اللي اتلعبت في ايد الحارس انا مش فاهمه الصراحه يعني كهربا الاثنين كمان ما هي دي اخطاء، كل دي اخطاء وارده، لكن فنيا انا ما كنتش بعيده. لو حاجه اقول اوروا وفلومالنسي، حضرتك شايف مين اللي مواجهته المفروض كانت هتبقى اصعب، وفي نفس الوقت السيناريو المتوقع انا مني او المطلوب مني كنادي اهلي هو الاختلاف يعني. انت بتلعبي مع فلومينينسي بتلعبي مع امام فريق عنده مهارات، حتى لو فيهم عدد من لاعبين كبار السن او اللي هم اعمارهم كبيره، مش هقول كبار السن، هي ما فرقتش قوي كمان لان هم بيلعبوا دايما في المساحات الضيقه بالظبط. وبعدين هو يعني انا اللي مضحكني فكره ان الواحد يبقى عنده 35 سنه وكبير. ويسمع اللي بيتقال على عمر كبار سن. ايوه لا يعني انا حزين يعني حاجه تزعل كبار سن يا كريم. ما تفتحيش بقى الملف ده، ما تفتحيش، اصل احنا هنزعل. لا حاجه صعبه قوي. لا هو انا توقعت هيتقال كده بعدين يعني، انه اداء الفريق البرازيلي يختلف عن يعني مواجهته. هي كره مختلفه تماما تاكيد، مختلفه أكيد. تماما وافضل، خلينا نقول هي افضل، لان البرازيل بتلعب برضو تاني بلغه كره الشارع بالظبط يعني، مع احترامي لكن بالنسبه لليابان الاداء هيبقى مختلف، وهيعتمد اكتر الجماعيه عندهم على الجماعيه والسرعات. فانت لازم تبقى حذر من النقطه دي، وانت برضو ممكن تفرض وجودك يعني وتستفيد من اخطائك امام فلومينينزي بانك تلعب وتوزع جهدك. المباراه 90 دقيقه ما هياش 45، فبالتالي لازم تتعود على الـ الاداء بهذا الشكل يعني. وانا متفائل باذن الله ان النادي الاهلي يقدر ان هو يكسب يعني، بمهاراتنا وبالجماعيه
برضو احنا شفنا اداء انا بقول ان هو اداء جماعي رائع جدا ويبرئ كولر حقيقه، يعني لانه كولر هو دوره ان هو يوصلك بالاداء الى صناعه الفرص، لكن مش هيخليك بقى تجيبها جول. يعني كمان واحد غلط في لعبه فهو اللي هيصلحها له في الملعب، يعني في الماتش مش هينفع. ده حقيقة. هو لما يكون المدرب يعني متفق مع اللعيبه على خطه معينه وعلى تكنيك لعب واسلوب لعب معين، نعم، واللعيبه ممكن تنزل تتفاجئ بواقع مختلف عن اللي هم كانوا متوقعين وبناء عليه بنوا الخطه بتاعتهم او الاستراتيجيه اللي هيواجهوا بيها الفريق المنافس. هنا بقى ايه اللي بيحصل؟ هم واخدين توجيهات من المدير الفني اللي قاعد بره، لكن هم اللي في ارض المعركه. أيوة والواقع طبعا اللي بيقابلوه بيقول تفاصيل مختلفه عن اللي هم مجهزين نفسهم عشانها. بتبقى يعني الكره في ملعب مين في الحاله دي؟ لا هنا الكره في ملعب اللاعب. اللاعب هو العنصر الحاسم والفاعل اللي هو بيترجم الكلام اللي بيتقال نظريا وفي على السبوره وفي التدريبات. في التدريبات احيانا يبقى عندك توفيق في انك من نص فرصه تحرز، واحيانا تبقى فرصه محققه 100% وما تجيبهاش جون، طب هتعمل ايه؟ وهذا ايضا نقدر نقول ان هو ده وارد في كره القدم، يعني ما هواش حاجه غريبه او ما هواش يعني اكتشاف او اختراع. أيوة. لان الفرص الضائعه موجوده، والا كره القدم لو ما فيهاش فرص ضايعه ما فيهاش اخطاء هتلاقي المباراة بتنتهي 30-2 او 30-15 صحيح زي اللعبات الاخرى طبعا. لكن هي وهتلاقي كل الفرق الكبرى بيجي لها فرص ضائعه، بس هي نسبه الفرص الضائعه طبعا هي اللي بتفرق. هي النسبه هنا هي اللي بتحدد، وعين ان انت من عدد من الفرص تستطيع ان انت تسجل وتحسم الامر. فبالتالي انه الكلام بتاع المدرب مهما كان المدرب كويس جدا وبينبهك لكل حاجه وقاري الماتش جدا، التنفيذ في الملعب بقى صحيح على ارضيه. نقول كام يوم الجمعه ولا اقول لك؟ ما نقولش. ما تقولش. والله ما تقول. انا بقول احنا انا لما بسال ما لا ما فيش داعي لا نقول كام ولا ليه ولا مين. هنقول لعله خير ان شاء الله. لا احنا نبذل كل جهد يعني. نبذل كل جهدنا ونلعب الكره بتاعتنا اللي هي الحمد لله كره متميزه، ونحذر من الاخطاء ونتجنب اخطائنا احنا اللي هي بتضيع من يا رب الفرق. يا استاذ جمال ان شاء الله كل الخير للنادي الاهلي، ان احنا نستحقه والجماهير الخاصه بالنادي الاهلي من غير ارقام ولا حاجه ولا الكلام ده. بالظبط. لان انا برضو بتشائم زي كده والله من اللي هو التحليلات اللي على الشعر. انا لما بسال قبل المباراه التوقعات ما بنعملش توقعات حلوه، فمش هسال تاني. احنا هدف لا احنا عندنا هدف نتمنى الخير والسلام. احنا عندنا هدف هنشتغل عليه وهنحققه ان شاء الله. نشوف لعب يليق في الاول وفي الاخر بالنادي الاهلي. نورتنا يا استاذ جمال. شكرا على خير. شكرا استاذ. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وباذن الرحمن يتجدد اللقاء يوم الاحد الجاي حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.